بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قال لي رجل، قال لي لا بد من أن أسافر إلى حلب أبحث عن مورد لبضاعة معينة، لا أملك عنوانه الدقيق، ولا بد من أن أنام ليلة هناك، يومان ركوب ذهاب وإياب وفندق وطعام وشراب وإنفاق، كلف بعمل لله فأنجزه عن طيب خاطر. فإذا هذا الرجل الذي كان ينبغي أن يذهب إليه أمامه في دكانه في الشام، أنت أنفقت ساعتين وفرت عليك 20 ساعة 30 ساعة. أنا أركز على موضوع الوقت، هناك وقت يذهب هدراً بلا طائل مع الألم. تركب أول سيارة وثاني سيارة على موعد، بدك هلأ طلع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعدك إنسان ما انتهوا تعب بكرة، تدير تتابع قضية في دائرة، أخذ إجازة 8 أيام انتظر، ترسل لاستحضار قطع التبديل لقياس فرق 1 دوزين عيدة مرة ثانية. الله قادر يهدر لك الوقت وقادر يتلف المال. فأدي زكاة وقتك بطلب العلم، وأدي زكاة مالك بالإنفاق، يحفظ الله لك وقتك ومالك. والحمد لله رب العالمين.